صاد الجنوب، أهلا بكم. بعث رئيس قائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزية ومواساة في وفاة القاضي فهيم عبد الله محسن الحضرمي عضو المحكمة العليا الذي وفاه الأجل أمس الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة. الرئيس الزبيدي عبر في البرقية عن خالص تعزيه وعظيم مواساته إلى أبناء الفقيد وأفراد أسرته وذويه ومنتسبي السلك القضائي كافة ومشاطرته لهم أحزانهم في هذا المصاب الجلل، مؤكدا أن الجنوب خسر برحيل القاضي فهيم واحدا من أبرز رجال القضاء الذين عرفوا بالصرامة والحيادية والانضباط ومثالا يحتذى به في النزاهة وحسن الخلق وحب الخير. بحث محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي في لقاء عقد اليوم الاثنين بمدينة المكلا مع المعنيين بالمشروعات التنموية والخدمية الجارية، بحث سبل التنسيق للدفع بمعدلات تنفيذها. المحافظ بن ماضي شدد على سرعة استكمال مشاريع الطرق والصرف الصحي وتقديم خدمات أفضل لقطاعي المياه والكهرباء خلال شهر رمضان وفترة الصيف. عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج اليوم اجتماعا ضم قيادات انتقالي مديرية ردفان الأربع ومدير أمن الحبيلين والنقابات والسلطة المحلية ومسؤولي الكهرباء بالمحافظة. اللقاء تناول الوقوف أمام تداعيات قضية كهرباء منطقة ردفان والخلاف القائم حول توقيف مدير الكهرباء وتكليف قائما بالأعمال وما نتج عن ذلك من خلافات وعمليات تصعيد. دشنت إدارة الوعظ والإرشاد في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع اليوم الاثنين مسابقة الرئيس عيدروس الأولى في حفظ القرآن الكريم. المسابقة ستقام على مدى 7 أيام بمشاركة 40 متسابقا على مستوى المحافظة يتنافسون على 3 فئات، الأولى المصحف كاملا والثانية فئة 20 جزءا والثالثة فئة. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.